مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. بفيديو اليوم رح نحكي عن مهارة مفيدة في الإكسل، وهي كيف ممكن أدمج عدة خلايا وأخليهم في خلية واحدة بطريقة سهلة مريحة وبروفيشنال. لكن يا ريت ندعم القناة بالضغط على زر سبسكرايب ولايك لهذا الفيديو. اوكي، هون عندي تيبل في الاكسل مكون من 3 كولومز. عندي العمود الخاص بالاسم واسم الاب والعائله، تمام؟ فرح نيجي على خلينا نحكي الخليه رقم 2، ندمج الاسم اللي هو رباح يحيى رباح، اللي هو عندي هون 3 خلايا، ندمجهم في خليه واحده ويكون عندي الاسم الثلاثي، طبعا بدون استخدام اي معادله. كيف؟ بطريقه سهله، بروح على الاسم اللي هو رباح، اوكي، يحيى رباح، اوكي، بكتبه هون. بعدين بروح عند طرف الخليه، هي علامه البلس او الزائد، بعملها دراج سحب لاخر صف التيبل، اتكرر عندي الاسم هون، تمام. بروح على العلامه البلس اللي هون موجوده عندي، هي اسمها اوتو فيل اوبشنز، اوكي، بعمل عليها كليك هون، راح يحكي لي فلاش فيل، اوكي. راح نشوف انه اوتوماتيكلي عبالي الاسم الثلاثي لبقية الخلايا الموجودة عندي في التابل. فهيك احنا دمجنا مجموعة من الخلايا في خلية واحدة بكل سهولة، وبهيك احنا وصلنا الى نهاية الفيديو. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفنا مهارة مفيدة في الاكسل. لو عجبكم الفيديو ياريت نعمل لايك شير للفيديو بين اصحابنا، وما ننسى الاشتراك في القناة ونفعل جرس التنبيهات حتى توصلكم فيديوهاتي الجديدة اول بأول. Have a nice day. سلام.